في عالم النانو تكنولوجي والأنتي بايوتكس. معاكم طالب حازم عيد، المقيد بالفرقة الرابعة، كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، قسم الميكروبيولوجي، والطالبة ندى خالد، المقيدة بالفرقة الرابعة، كلية العلوم جامعة المنيا، قسم الكيمياء الحيوية، والطالبة شيماء وائل، المقيدة بالفرقة الرابعة، كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة، قسم علم الحيوان والكيمياء. أحب في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على مسابقة الأولمبياد العلمي. شكرا لكم أنكم وفرتوا لنا فرصة عظيمة زي دي أن احنا نتعلم ونطلع المواهب اللي جوانا في أن احنا نبحث وندور على معلومات جديدة. جهودكم المبذولة في التنظيم والدعم والتحفيز دي لها أثر كبير فينا أن احنا نقدر نواجه التحديات العلمية اللي حوالينا ونواكب التطورات العالمية. جزاكم الله كل خير على تفانيكم وحرصكم على نشر روح الابتكار والمعرفة بين الشباب، ونتمنى أن تستمر هذه المبادرات الرائعة التي تجعل من العلم شعلة تضيء مستقبل. طيب، فكرتنا هي البايوديجريدبل بوليميريك نانو بارتيكلز بيست دراج ديليفري سيستمز. احنا هنعرف ايه دلوقتي؟ هنعرف ايه الاساس اللي بتقوم عليه الفكرة، هنعرف يعني ايه اصلا بايوديجريدبل بوليميريك نانو بارتيكلز، ايه المواصفات الخاصة بيها، وايه الطريقة اللي بتقوم بيها علشان تؤدي دورها ووظيفتها في العلاج، وكمان هنعرف الانواع بتاعتها والتطبيقات الطبية اللي بتقوم عليها، وايه التحديات اللي ممكن تقابلنا في المستقبل لو حبينا ان احنا نستخدم النانو بارتيكلز دي. بس الاول هنعيش رحلة في عالم النانو تكنولوجي ونشوف جزيئات النانو تكنولوجي ازاي بتقوم بدورها. Scientists are using cells isolated from human tumors to develop new ways to tackle cancer. Here we can see the cancer cells growing in a culture dish in the laboratory. For most drugs to be active, they must go inside the cancer cell. Scientists are developing tiny particles, nanoparticles, that can be loaded with drugs. The nanoparticles can be modified so that they attach to the cancer cell and get carried inside. To make sure that the drug-loaded nanoparticles only attack the disease cells, they are engineered so that they only bind to the target cancer cells and not to neighboring healthy cells. Once they bind to the cancer cell, they are taken into the cell. They can't pass through the surface. Instead, part of the cell surface forms a pit and then it engulfs the nanoparticle. Now we are looking inside the cell. Cellular proteins wrap around the vesicle and drive it inside the cell. You can now see a vesicle carrying the nanoparticle moving towards the very center of the cell. The vesicle carrying the nanoparticle travels further inside the cell and then fuses with a compartment called an endosome. This is part of the digestive system of the cell's stomach. The inside is acidic, and its job is to digest incoming material. The nanoparticles are degraded inside the endosome, releasing the drug into the cell. The drug can then kill the cancer cell. Nanoparticle-based drug delivery provides a way of attacking cancer without the side effects of conventional chemotherapy. طيب دلوقتي عاوزين نعرف ايه الاساس اللي قايمه عليه الفكره اصلا. في ادويه كتير زي المضادات الحيويه ما بقاش ليها تاثير فعال، وده بسبب ان البكتيريا بقت ذكيه وبتطور طرق تقاوم بيها المضادات الحيويه دي. فلجأنا لايه بقى؟ لجأنا لطريقه تزود فعاليه المضاد الحيوي وتقلل من الاثار الجانبيه اللي ممكن يسببها في الجسم، وده عن طريق اننا نستخدم جزيئات نانو قابله للتحلل وبتشيل الأدوية دي عليها وتوصلها للأورجان المستهدف، للعضو المستهدف أو الخلية المستهدفة علشان تقضي وظيفتها فيها. تمام؟ طيب هي إيه بقى البيوديجريدابل بوليميريك نانو بارتيكلز دي اللي إحنا بنتكلم عليها؟ دي عبارة عن جزيئات بتتكون من بوليمرات كده ليها القدرة إنها تتحلل بيولوجيا في جسم الإنسان أو في البيئة اللي هي رايحة تقضي وظيفتها فيها. طيب إحنا ليه أصلاً
قلنا ان احنا هنستخدم البيودوجريدبل نانو بارتيكلز دي، يعني ايه المواصفات اللي خلتنا نستخدمها؟ اول حاجه ان هي بتساعد في زياده امتصاص الدواء داخل الجسم، فده بيعزز من فعاليه العلاج. كمان هي بتحسن من ذوبانيه بعض الادويه اللي بتكون مش قابله للذوبان في الميه، فبتخليها اكثر فعاليه. كمان بتساعد ان الدواء دوت يتوجه بشكل محدد للأورجن اللي هو التارجت المستهدف، للأورجن المستهدف ده. فهي هنا بتقلل من الاثار الجانبيه وبتقلل من السموم اللي ممكن تسببها الادويه في الانسجه اللي بتكون نورمال، بتكون طبيعيه. وكمان هي بتتحلل بس مش بتسيب اي سموم حواليها، فده بيقلل من اي سموم ممكن انها تتسبب ويخليها امنه في الاستخدام. طيب نيجي بقى للتايبس اوف بايوديجريدابل بوليميريك نانو بارتيكلز. تفتكروا ايه هي انواع بوليمرات النانو القابله للتحلل؟ انا عندي منهم كذا نوع، منهم اول بوليمر معانا اسمه PLGA، وده اختصار لبولي دي اللاكتيت كوجلايكولايت. البوليمر ده بيكون مثالي في توصيل الادويه، وعنده قدره انه يتحلل بيولوجيا الى مركبات لاكتيك وجلايكوليك اسيد. تاني بوليمر معانا وهو PLA، وده اختصار لبولي لاكتيك اسيد. البوليمر ده بيتم تصنيعه من مصادر طبيعيه مثل نشا الذرة او السكر، وده عباره عن بوليمر من اللاكتيك اسيد، يبقى اذا بيتحلل الى مونومرز او الى وحدات من حمض اللاكتيك. ولكن البوليمر ده بيكون ليه عيوب، انه عشان يتحلل بشكل كامل بيحتاج لظروف خاصه مثل درجه حراره مرتفعه ورطوبه. تالت بوليمر معانا هو بوليمر اسمه كيتوزان. البوليمر ده بيتم استخراجه من قشور البحريات، وبيكون ليه خصائص كويسة ان هو قابل للتحلل، وكمان ليه خصائص ان هو بيكون مضاد للميكروبات. وكمان معانا بوليمر اسمه الجيلاتين. كلنا عارفين ان الجيلاتين بيستخدم في الفود اند ميديكال برودكتس، في منتجات الأغذية ومنتجات طبية. كمان الجيلاتين بيستخدم في الدراج ريليز علشان بيكون نون توكسيك بايو ديجريدابل وبايو اكتف، فعال حيويا اند ان اكسبنسيف، رخيص الثمن. كل دي انواع بوليمرات بيتم استخدامها في الدراج ديليفري. طيب نيجي بقى للميكانيزم اوف اكشن اوف بايو ديجريدابل نانو بارتيكلز ان دراج ديليفري، يعني ايه اليه عمل جزيئات النانو القابله للتحلل على توصيل الادويه. رقم واحد بوليمر سينثيسيس، بيتم تصنيع جزيئات النانو القابلة للتحلل وبيتم تحميل الأدوية داخل هذه الجزيئات، سواء كانت الأدوية دي أدوية فعالة ضد السرطان أو أدوية فعالة ضد البكتيريا أو غيرهما. رقم اتنين سيرفاس موديفيكيشن، يعني ممكن أعدل سطح جزيئات النانو، وده عن طريق استخدام مواد خاصة مثل الأجسام المضادة أو البروتينات. طيب ليه ممكن أعدل من سطح جزيئات النانو؟ علشان رقم تلاتة الدراج تارجتينج، علشان أوجهها نحو خلايا أو أنسجة مستهدفة بشكل دقيق. طيب كده اتصنع البوليمرات النانو القابلة للتحلل وتم تحميل الأدوية داخل هذه البوليمرات، وكده وصلت للخلايا. هيحصل بقى عملية اندوسيتوزيس، هتبدأ الخلايا انها تبتلع البوليمرات المحملة بالأدوية. كده البوليمرات وصلت الى الخلايا بشكل دقيق، هيحصل بقى عملية كنترولد ريليز، ان جزيئات النانو هتتحلل بشكل تدريجي في الجسم، فهيؤدي الى تحرر الأدوية بمرور الوقت، وبكده الأدوية هتأدي الفعالية بتاعتها بشكل كويس، والبوليمرات بتاعت النانو هتكون اتحللت دون انها تسيب اي سموم او اي تراكمات في الجسم. طيب نيجي بقى للميديكال ابليكيشنز اوف بايوديجريدابل بوليميريك نانو بارتيكلز. الحقيقه ان بوليمرات النانو القابله للتحلل بيكون ليها تطبيقات طبيه مهمه جدا، وهي ان ممكن استخدمها في توصيل الادويه اللي بتستهدف خلايا سرطانيه معينه في الجسم. يلا بينا نشوف فيديو بيوضح العمليه دي بتتم ازاي. Imagine something 80,000 times smaller than the breadth of a ridge on a fingertip, unlocking a new frontier into cancer research. Nanotechnology, the science of building small, is changing the way we look at cancer. More importantly, the way we look at diagnosis and treatment. Nanotechnology allows researchers to build new tools that are actually smaller than cells, giving them the opportunity to attack cancer at the cellular and genetic level.
This technology not only enables health practitioners to detect cancer earlier, but also holds the promise of stopping cancer before it even develops. This revolutionary approach is so precise, doctors will be able to design a unique treatment for an individual's own medical and genetic profile. Based on computer chip technology, diagnostic devices such as nanoarrays are thousands of times more sensitive and accurate than current techniques. Because of their size, multiple lab tests can be done more rapidly and at a much lower cost using one nano device instead of many. Nanoshells can be linked to antibodies that recognize tumor cells. Once they are taken up by the cancer cells, near-infrared light is applied, killing only the tumor and leaving neighboring healthy cells intact. Scientists are engineering nanoparticles such as dendrimers to seek out and destroy cancer cells. This amazing technology can be customized for targeted drug delivery, improved imaging, and near real-time confirmation of cancer cell death. Moving research from bench to bedside is an important goal of the National Cancer Institute's Alliance for Nanotechnology in Cancer. A collaborative plan is underway to share research and development information across scientific disciplines and around the world. As biomedical applications of nanotechnology evolve, scientists are ensuring that nano devices are safe for both the body and the environment. The National Cancer Institute is optimistic that through coordinated and responsible development, nanotechnology will dramatically change cancer patient care. The science is at our fingertips. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حازم عيد، طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، قسم ميكروبيولوجي سبيشال. أنا هتكلم عن جزئين مهمين. أول جزء اللي هو التحديات المرتبطة بجزيئات النانو القابلة للتحلل، والجزء التاني اللي هو إيه المتوقع من المجال ده في المستقبل. الجزء الأول هنتكلم عنه، لأن جزيئات النانو ليها أثر كبير في تقدم العديد من المجالات، ولكن استخدامها بينطوي على بعض التحديات والمخاطر التي يجب أن نأخذها في الحسبان. زي إيه كده؟ فورم ايفولوشن كومبلكسيتي، ودي من ضمن المخاطر اللي بتواجهنا، لان بيكون فيه صعوبه في اختيار بوليمر النانو، لان البوليمر لازم يكون قابل للتحلل وليه شكل وحجم متناسب لتوصيل الدواء. وبرضه من ضمن الصعوبات اللي بتواجهنا اننا لازم نحضر البوليمر بدقه، يعني عشان نحضر البوليمر لازم نحط في الحسبان ان احنا ما نأثرش على ثباته ولا حتى على الفعاليه بتاعه البوليمر. تاني حاجة من ضمن العوامل او التحديات المرتبطة بجزيئات النانو القابلة للتحلل اللي هي توكسيسيتي اند بايو كومباتيبلتي. لا ده لان جزيئات النانو ممكن ما تتحللش بشكل كامل في الجسم، فده هيسبب تراكم مواد ضارة ممكن تؤثر على الكائنات الحية، ودي صعوبة برضو لازم ان احنا نلاقي نوع بوليمر يكون بيتحلل بشكل كامل. تالت حاجة من ضمن التحديات المرتبطة بجزيئات النانو القابلة للتحلل اللي هي كوست، اللي هي التكلفة. يعني عشان نصنع جزيئات النانو ده بيكون محتاج لأجهزة مخصصة وكمان ظروف خاصة، فده بيحتاج لتكلفة عالية، ودي برضو من ضمن الصعوبات اللي بتواجهنا. تاني جزء اتكلم عنه اللي هو التطورات المتوقعة في المجال ده في المستقبل. اول حاجة الاستدامة، اللي هي البوليمرات دي هتكون بديلة للأنظمة التقليدية في الجسم، فبتتحلل دون تراكم اي مواد ضارة، وده بيحسن من السلامه البيئيه. تاني حاجه ادفانسد دراج فورمولوشنز، واللي هي بتتمثل في تحسين استيعاب الادويه وتوافرها البيولوجي، حيث ان ده ممكن يحسن الامتصاص البيولوجي للادويه الغير قابله للذوبان. يعني البوليمرات دي بتقدر تحسن استيعاب الادويه وتوافرها البيولوجي، وده عن طريق ان فيه ادويه غير قابله للذوبان في الميه ومش بتكون متوافره، فالبوليمرات دي بتقدر تحسن ذوبانيه الادويه اللي هي مش بتدوب في المية، فبالتالي
هي كده زودت من الطفر البيولوجي للأدوية. تالت حاجة نانو ميديسين ان فاكسين ديليفري، اللي هو ممكن نستخدم التقنية دي في العلاج الجيني واللقاحات، وده عشان هي مثالية لتوصيل العلاجات الجينية. فمثلا ممكن توصل حمض نووي لخلايا مستهدفة، وده هيساعد في تحسين فعالية اللقاحات. يعني لو فيه لقاح لفيروس معين، هاخد الحمض النووي بتاعه، يعني هاخد الحمض النووي بتاعه الفيروس واستخدمه، واستخدم له بوليمر نانو مخصص ليه. يعني من ضمن الصفات اللي احنا قلناها ان هو يكون قابل للتحلل، والشكل بتاعه مناسب والحجم متناسب عشان يقدر يوصل العلاج. فاللي هو هيستخدمه في توصيل الحمض النووي لخلايا معينة، وده هيزود من فعالية اللقاح، وكمان مش هيأثر على أي خلايا تانية. وبكده استخدام بوليمرات النانو القابلة للتحلل في توصيل الأدوية هتغير من مشاكل كتيرة خاصة بالأدوية، وكمان هتقلل من أمراض كتيرة بتحصل بسبب الآثار الجانبية للأدوية. وبكده أكون شرحت النقطتين اللي أنا كنت هتكلم عنهم، وشكرا لاستماعكم ليا. أتمنى إن أنا أكون قدرت أوصل المعلومة بشكل أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.